عندنا ثلاث مناسبات كما كعرف الجميع. عندنا افتتاح ديال الملعب البشير، رجوع فريق شباب محمدي للقسم الوطني الثاني، والتكريم ديال السي احمد فراس اللي غيكون ان شاء الله هذا هو الفال المزيان اللي غنداو به الحمد لله ان شاء الله في المسيره ديال فريق شباب محمديه. غنشكروا هاد الجماهير اللي حضرت اليوم، وبالاخص نبغوا نشكروا الانسان اللي بطبيعه الحال اللي سهر على هذا التكريم وهذا الحفل، هو السي رئيس ديال فريق شباب محمديه السيد هشام ايتمنى، اللي عرف كي من بعد ما خدا المشعل ديال فريق شباب محمديه الى الفريق غادي في واحد المستوى تصاعدي. جمع الشمل بين جميع مكونات فريق شباب محمدية، بين قدماء اللاعبين كما شفتوا اليوم، كاينين ناس مسؤولين، ناس كبار. كنظن بان هذا يوم رجع لنا الاعتبار ديالنا اللاعبين ديال كرة القدم في مدينة المحمدية.